دابا هادي 4 ايام ويا شعلة فينا العافية هنايا، ما كاين لا اللي ساعدنا ولا اللي يعاوننا مرة. ما كنخافو حتى من حاجة حنا مرة. صافي خافو من الله. حنا بحال ما محسوبينش يا خاي، العرايش طفاو في بلاصة، وحنا منسيين مرة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. حاليا دابا العافية شعلة فينا هادي 4 ايام، وكاع ما داها فينا هاد المسؤولين، ما كاين حتى شي تدخل. السلام عليكم، معكم حمزة القنوني من دوار دلم الغميق. دابا هادي 4 ايام ويا شعلة فينا العافية هنايا، ما كاين لا اللي ساعدنا ولا اللي يعاوننا مرة، إلا الساكنة والنساء والرجال وكل شيء. ما كاين لا إطفاء لا عسكر لا حتى شي حاجة، غير الزواق والنفاق من الآخر. يبينوا لنا التلفازة راه ملي كيديروا السلطة، راه ملي كيديروا المجهود ديالنا ما كايناش مرة. والساكنة ديالنا دابا نسى خوتي ووالدي وكل شيء، دابا راه في الواد مخبعين بالبقر ديالنا بالمعز ديالنا بالماشية كاملة. و 40 دابا ويا شعلة في الليل كتهمد شويه، كنطلعوا نطفيوها في النهار الريح والشرقيعه وكتحرك علينا. دابا اليوم عاد تغلبنا عليها شي حاجه الحمد لله، وكنشكر الناس ضد المغمق كاملين والصاف وسخارقيط والتفار والمنجره وزعازع عاونونا الله يرحم الوالدين والناس اللي عملوا في سبيل الله، الناس المتطوعين عملوا فينا في سبيل الله، جيبوا لنا الحليب والتمار وكل شيء. اما يعني ما كنتوش يعني ما كنتوش كتبعدوا من هنايا الشيء هذا غنشروه يا عندكم تقطعوا منه. السلطه ما كايناش ما عاونوناش الا دابا عاد جاو الاطفاء، هادو كانوا كيطفيو لينا عاد جاو لعندنا، هادو هما اللي يخدموا معنا اليوم. 80 ما كاين حتى شي واحد كيبينونا في التلفازه، كنمشيو نتفرجوا في التلفازه كيقول لك 4 طائرات هنا ما كايناش يا اخي، طائرات ما كايناش، ما كاين العافيه في شي بلاصه اخرى، هنا ما كايناش. حنا بحال ما محسوبينش يا اخي، العرايش طفاو في بلاصه، حنا منسيين مره. العافيه كتكدي بواحد حتى والعافيه بارده في الليل، كتبات بارده ودابا كتحرك، ودابا راه باقا ما جا مشي صخره القطاع وثاني غنمشيو الساكنه كاملين ان شاء الله. ايوا هادشي اللي غنقول لكم، دعوه بهم من الله. كنت اداوه مشاو قطعون الزيتون، مشاو تبند الناس، حسني بقى درنا الحال تاهما دوك دابا. حط طريف ديال الكيف تاهو مشى، ما نقولوش حنا عايشين من الكيف ولا حاض الشبيكات ديال الكيف مشاو، الله يجعل البركه، وسني دقه درنا الحال. وهادشي باش عايشين حنا يا خاي، غير الحجر والغابه. دابا هما بالعاني كيخليو هاد ديال الغابه باش يقيو اعاده التشجير عاوت ويخرج واحد الميزانيه، في الاخر عاوت ما كاين لا تشجير لا حتى حاجه، مشات الميزانيه كالوا الكروش الحرام. دعوه بها من الله. السلام عليكم. انا بلال القنوني من منطقه دوار دل المغمق. حاليا دابا العافيه شعلة فينا هذه 4 ايام، وكاع ما داها فينا هاد المسؤولين، ما كاين حتى شي تدخل. كيبينونا بان صيفطنا العسكر
كنا القوه فين هاد القوه ما كاين حتى شي حاجه حاليا. العسكر العافيه شبطه فينا ورجعوا بحالهم، راه عندنا مصورين في التليفون حاليا، كلشي كيهرب كلشي كيراه اخر. العافيه شبطه فينا وكنطلبوا من الله يحد الباس. العائلات ديالكم وداكشي ديالكم عندنا كلشي هرب، كلشي اللي عنده شي كسبه كلشي راه في الواد، الديور كيحترقوا ما كاين حتى شي حاجه. شي كنطلبوا من الله يحد الباس والصالح. هي بصح انا جيت من القصر 25 كيلومتر من 30 كيلومتر باش بعيده من لهنايا على هذه البلاصه اللي فيها الحريق. الناس هادو الجبل راه يعني العائله ديالنا وخاص منا العافيه. ما عرفتش راسي كيفاش درت جيت لهنايا بخوتي بالوالده ديالي بكل شيء، ما عرفتش. وخا تحرقت وخا بزاف ديال الحاجه بالحق ما كنديهاش في هذا الشيء هذا، يعني خصي غير العافيه ما تبقاش ما تاذيش الناس ديال الشارب هذا الشيء اللي كاين. وشكرا. جينا من دوار المنجره، كاينه المنجره كاينه بورخه كاينه الزعازع، كلشي 16 كيلومتر هدايا. والناس بورخه جاو من تقريبا من تاطف وجا جوكا ودبنا. جينا نعتقوا الناس هنايا عاوتاني نمشيو نصغر هذا القيط ومنين نطفيو هنا عاوتاني نزيدوا قدام. ما كان ما كنخافوا حتى من حاجه حنا مره. صافيكم خافوا من الله. انا نقول اربع ايام دابا وانا طالع هوانا هنايا ما كنوقفش. بدات العافيه وحنا هنايا. مشينا ندبنا طفينا في الدبنا طفينا في جاجوكا طفينا في المصفار. ما كنتو كتنعسوا ما كاينش نعس مره. العيد ما شناهش ما عرفناش حتى العيد كيفاش كاز. من نهار ثاني العيد حنا طايشين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.